السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوج جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا الشتا كاينه في اكادير في جوج المناطق المغرب. المهم اليوم الحد، عيط ليوب قال لك نخرجوا نشوفوا واحد البلاصه نمشوا ليها زوينه. المهم تنمشوا لتما ان شاء الله وتشوفوها معنا. بزاف الناس في اكادير يمكن ما عارفينهاش ولا غير تيشوفوا لي فيديو ولا التصاور ديالها وما عارفينش فين كاينه. المهم غنمشيو نوريكم الطريق ديالها وفين توصلوا ليها. المهم واحد البلاصه زوينه ان شاء الله، بقاو معنا في الطريق. دابا وصلنا لديك البلاصه اللي قلت لكم غنوريكم دابا المفاجاه اللي هي يعني ما عرفش واش بزاف الناس كادير عارفينها ولا لا. المهم ها هي كادير كامل كيبان، ندور لكم باش تشوفوا. كان زوين مع غروب الشمس ولكن دابا كيما غير الشتا شفناش. المهم كيبان زوين، ملي بغيت نروح نكسر كاينين لي كافي، كاينين جوج، كاينين هاذي، كاينين هاذي، كاين البارك. بلاصة زوينة، غنهبط دابا لتحت كيما الرئيس. دابا معاه الرئيس شو كيف لكم دابا. المهم مع غروب الشمس غتكون احسن، لكن دابا ما كاين لا غروب الشمس لا والو. كان غير تشوفوا لو بغيتو تجي هنا، راه نخلي لكم لوكاليزاسيون تحت الفيديو في ديسكريبسيون باش تقدروا تجيو على نيشان. ما عرفتش الطريق بالضبط، المهم غيبان لكم هنا الطريق ولكن في الفيديو الطريق ولكن احسن لوكاليزاسيون باش تجيو نيشان. بحال شي بلا شي على في البحر. خدينا الحلوة سخنا مصارنا هاي وكي لكم في البراد. مرحبا بكم، مرحبا بكم في أنوفك. أنوفك تيقول لها البلاصة هاتي أنوفك شاد فوق الجبل هاكا دير كامل تيبان لك. شوف من علاه صراحة بلاصة زوينة، منظر زوين، ولكن كون كان غروب الشمس غتكون حسن ياك. غتكون مع غروب الشمس بعدا راه كاينة الضوابة. عندنا اليوم واحد، عندنا لكم واحد الباكيج، واحد الفواياج لهنا، ماشي فواياج هو واحد لوغانيزاسيون لهنا. عندنا واحد الحفيله هنايا ان شاء الله غادي يجيو من اكادير لهنا. تلاقاو الجديد في لوبانا ترافل، مرحبا. ضرب الحريره مع راسك. دابا قربت تغرب الشمس، كما كتشوفوا
الجامع اما قادر كامل كيبان من فوق المرصع هذا باش عمدو باقي ما عطاش الماء مزيان المهم واحد المنظر زوين المهم دابا غنمشي نهبط لتحت باش نوريكم المنظر من التحت باش لكم مزيان نمشيو لتحت المهم ها المنظر دابا أكادير كاملة كتبان هاد الماء كافي اللي كاينين هنا انا ما كان دانش كيبان نضو نديرو فين ما كتشوفو هذا الكامل المهم الى عجبكم الفلوق ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو الفيديو تهلاو فراسكم.